أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تواصل ميليشيا الحوثي رفضها توريد عائدات الشحنات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة وفق بنود الهدنة الأممية. الحكومة بدورها حذرت من خطورة استخدام الميليشيا لهذه الإيرادات في تمويل عملياتها العسكرية بدلا من تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين. المملكة العربية السعودية شددت على ضرورة ممارسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي لفك حصار مدينة تعز وإيداع إيرادات ميناء الحديدة والانخراط بجدية في جهود السلام. ميناء الحديدة كان قد استقبل منذ سريان الهدنة 12 سفينة تحمل 340 ألف طن من المشتقات النفطية، فيما لا تزال 5 سفن بالانتظار. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: استمرار ميليشيا الحوثي في نهب العائدات المالية لسفن المشتقات النفطية وعدم توريدها لصالح مرتبات موظفي الدولة، ودور المجتمع الدولي إزاء هذا التعنت الذي يقود إلى إفشال استمرار الهدنة. نبدأ النقاش بعد أن نتابع التقرير. آخر أسبوع للهدنة الإنسانية المزمنة بشهرين، وميليشيا الحوثي ترفض توريد عائدات المشتقات النفطية التي دخلت إلى ميناء الحديدة. الحكومة حذرت من خطورة استخدام الميليشيا لإيرادات هذه الشحنات النفطية في تمويل عملياتها العسكرية بدلا من تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين وفق اتفاق الهدنة. تقول البيانات إن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين استقبل حتى الأسبوع الماضي 12 سفينة تحمل 340 ألف طن من المشتقات النفطية منذ بدء الهدنة، فيما لا تزال 5 سفن بالانتظار. عائدات هذه السفن لم يعرف مصيرها حتى الآن، حيث تعمد الميليشيا إلى استغلال الهدنة لصالحها كونها فرضت جميع شروطها دون أن تلتزم بأي بند من بنودها. الدور السعودي إلى الآن يقتصر على مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لفك حصار مدينة تعز وإيداع إيرادات ميناء الحديدة والانخراط بجدية في جهود السلام. أما المجتمع الدولي فيكتفي بالدعوة إلى تمديد الهدنة ويعبر عن تطلعه لإحلال سلام شامل، في حين لم يمارس أي ضغوطات على الحوثيين للالتزام بنصوص الهدنة الأممية. من أبرز نصوص الهدنة الإنسانية أن يتم توريد عائدات المشتقات النفطية لصالح موظفي الدولة، إذ يبلغ إجمالي رسوم السفن 18 المتفق عليها في خطة الهدنة نحو 90 مليار ريال. لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تقول في أحدث تقرير لها إن ما يزيد عن 1.8 مليار دولار سنوياً تحصدها الميليشيا من أموال الضرائب والجمارك والجبايات المختلفة. أكثر من 1 مليون موظف يعانون انقطاع مرتباتهم وأوضاعاً معيشية معقدة، في حين تستحوذ الميليشيا على كافة الإيرادات لصالح قادتها وتمويل أعمالها العسكرية. نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة، وأرحب بداية بمدير عام شركة النفط في فرع الحديدة الأستاذ أنور العامري. أهلا وسهلا بك أستاذ أنور. أهلا وسهلا بك. بداية، لماذا ترفض ميليشيا الحوثي توريد عائدات سفن الوقود والتي دخلت إلى ميناء الحديدة تقريبا 12 سفينة حتى الآن؟ نعم، السفن التزمت أخي العزيز، أولا الحكومة الشرعية بالسماح للسفن النفطية بالدخول بشكل كامل بحسب بنود الهدنة. أدخلت السفن التجارية وأيضا السفن المعونات أيضا الطبية أو الغذائية، وأدخلت أيضا سفن المشتقات النفطية، وهي الأهم التي يرتكز عليها عائدات الحكومية التي تم الاتفاق على دفعها كرواتب الموظفين الدولة بحسب يعني بحسب الكشوفات 2014 للخدمة المدنية. للأسف الميليشيا الحوثية تستخدم هذه الأموال بشكل دائم، في إما في إثراء جماعتها ومشرفينها وميليشياتها، أو أيضا لتمويل حربها ضد اليمنيين في اليمن بالكامل. لم تلتزم، وهذه ليست المرة الأولى التي تتماطل أو تتهرب من الالتزام بهذه الاتفاقيات، وهذا ليس بجديد عليها أخي العزيز. طيب، تبقى معنا أستاذ أنوار، وأرحب بالمحلل الاقتصادي فارس النجار أيضا ضيفنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك أستاذ فارس. أستاذ فارس هل تسمعني؟ تفضل أخي العزيز.
أستاذ فارس، الحكومة اكتفت بالتحذير من استخدام ميليشيا الحوثي لعائدات الوقود لصالح أعمالها العسكرية، هل يعد ذلك التحذير أو هذا التحذير كافيا برأيك؟ تحية لك مجددا أخي العزيز ولكل السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر يعني الخطوات التي يقوم بها الحوثي لا تنمي على أي فكر يدعو إلى سلام أو لتحقيق السلام. كانت اتفاق ستوكهولم سابقا وردت 70 مليار لم يدفعوا منها ولا ريالا واحدا لرواتب الموظفين، اليوم العائدات أكثر من 90 مليار ريال ولن يلتزموا بشيء، بل أنهم في طلب تمديد الهدنة بحثوا عن مبررات أخرى، بل أنهم يبحثوا عن تعويضات لتأخير بعض السفن وحقق واهية دائما ما يتحقق بها ميليشيا الحوثي، وكأن ليس عليهم أي التزامات، فقط هي الالتزامات على الطرف الآخر. الحكومة الشرعية حتى اللحظة ما قامت فيه من خطوات تؤكد حرص الحكومة على إحلال السلام وحرص الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص لإحلال السلام، ولكن التحذير وحده اليوم لم يعد كافيا مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي واستمرار سرقتها للمال العام وعدم وجود أي مؤشرات تدل على أن هذه الجماعة ترغب بإحلال السلام. وأكبر دليل على ذلك هو اليوم استمرارها في نهب هذه الأموال، أيضا استمرارها في التعنت في فتح الطرق في محافظة تعز. وبالتالي أعتقد بأن توجيه التحذيرات اليوم لم يعد كافيا، يجب أن تكون لغة الحكومة أشد قوة في التخاطب مع المبعوث الأممي، يجب أن يعمل المبعوث الأممي دوره بشكل حقيقي. اليوم الجانب الشرعية قدم الكثير من التنازلات التي تثبت نية الماضي في تحقيق السلام، إلا أن ميليشيا الحوثي للأسف تتعامل مع كل هذه الخطوات على أنها خطوات تأتي من ضعف، وللأسف الشديد لا نرى أي من المجتمع الدولي أو من المبعوث أي ضغط باتجاه الالتزامات التي التزم بها الحوثي، الضغط كله يتجه في اتجاه الجانب الشرعية وهذا لم يعد مقبولا. اليوم نحن أمام مسارين، إما أن تقبل الحوثيين بالسلام أو أن نكون واضحين في تحديد معالم الطريق القادم، ليس فقط على مستوانا كحكومة شرعية ولا على العالم أجمع الذي بات اليوم واضحا بأن جماعة الحوثي لا تريد الشروع في السلام. وبالتالي أعتقد بأن التحذيرات وحدها لم تعد كافية، نحن بحاجة إلى لهجة دبلوماسية أشد قوة في التعامل مع الأحداث، خاصة نحن نتعامل مع جماعة ليس لها لا عهد ولا ذمة. طيب تبقى معنا أستاذ فارس ونشرك معنا بالنقاش من مأرب الصحفي أحمد عايض، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. في آخر أسبوع للهدنة وميليشيا الحوثي ما زالت ترفض توريد عائدات السفن التي دخلت عبر ميناء الحديدة، كيف يمكن قراءة ذلك؟ مرحبا أخي سامي وبكل المشاهدين. طبعا إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى يوم 13 ديسمبر في عام 2018، نجد أن هناك نص يعني أبرم ووقع بين الشرعية والميليشيا الحوثية وبرعاية الأمم المتحدة واتفاق ستوكهولم. هذا الاتفاق ينص على أنه يتم كل عائدات ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى وميناء الصليب أن تورد بكاملها إلى البنك المركزي بمحافظة الحديدة ليتم صرفها كرواتب لموظفي الدولة. عموما أنا أعتقد أن هناك موافقة من قبل الأمم المتحدة على هذا الوضع المزري الذي يخل بالدرجة الأولى أولا بالحكومة الشرعية وثانيا بالتحالف العربي. نحن الآن على مشارف العام الرابع لاتفاق دولي وقع على يلزم الميليشيات الحوثية بتوريد هذه المبالغ، حتى هذه اللحظة لم يورد شيء. الحكومة طوال السنوات الماضية 3 سنوات وبضعة أشهر لأول مرة قبل قرابة شهر أو بضعة أيام تكشف أن عائدات الميليشيات الحوثية خلال هذين الشهرين الأخيرين وهذا الشهر الذي نحن فيه قاربت أو ستكون أكثر من 90 مليار، بمعنى أن هناك أضعافا مضاعفة دخل الميليشيات الحوثية من الشرعية بكاملها من ميناء الحديدة. هناك حقيقة المؤسف أن الأمم المتحدة وعبر مبعوثها الدولي السابق ثم اللاحق لم يتطرقوا إلى تمرد الميليشيات الحوثية بأنها ترفض توريد مثل هذه المبالغ وإعادتها وصرفها للموظفين، بل نجد أنها دائما تدعو أطراف الصراع وهي لغة
دائما تساوي بين الضحية والجلاد، ودائما تعمل على تبرئة الميليشيات الحوثية من أي سقوط أو قصور فيما تم الاتفاق عليه. طبعا لو أخضعنا اتفاق ستوكهولم للمراجعة لرأينا أن الشرعية نفذت كل البنود، انسحابها الأخير الذي انسحبت منذ قرابة عام قوات حراس الجمهورية الأوتانية كان آخر يعني الانسحاب، وقضية يعني ما تم الاتفاق عليه، لكن في حين الميليشيات الحوثية لم تنفذ ولا بندا واحدا مما التزمت عليه. وهنا تقع المسؤولية الأخلاقية والعسكرية والإنسانية أمام الشرعية والتحالف العربي في قضية حسم مثل هذه الملفات التي يعتبرها الآن الشارع اليمني أصبحت تحديا لإرادة الشارع اليمني والحكومة والتحالف. وأظن أن بعد آلاف الخروقات في الملف العسكري ومئات إن لم نقل الآلاف من الاعتداءات في الملف الإنساني والاقتصادي وغيره، كفيل بأن أن يكون الحجة بيد الشرعية والتحالف للمضي في استكمال انتزاع ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية وبقية الموانئ الجمهورية اليمنية وكافة الأراضي. طيب أعود الأستاذ أنور العامر. أستاذ أنور، هذه العائدات، عائدات المشتقات النفطية أو سفن الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة ويفترض أن تصرف أو تذهب إلى البنك المركزي في الحديدة ومن ثم تصرف كمرتبات للموظفين، كم تبلغ قيمة هذه العائدات حتى الآن برأيك أو وفق المعلومات المتوفرة لديكم؟ حتى الآن أخي العزيز، هي طبعا المبالغ التي تحدثنا عنها بأنها ستكون تفوق 90 مليار ريال. ما وصل حتى الآن تجاوز هذا المبلغ. الميليشيات الحوثي لديها أكثر من مصدر، أيضا هناك بدأت أيضا بالحديث حول عدم أول سابق كانت تتحدث عن خفض السعر، ولكنها لم تمتزم أيضا بخفض السعر رغم إدخال السفن بشكل متواصل إلى الحديدة. هذا تسبب لها أيضا في إثراء إضافي بمبالغ كبيرة جدا أيضا من السوق السوداء التي تمارسها أو من السوق التجارية التي تبيع بهذه الأسعار المضاعفة. هناك أيضا أخي العزيز مصادر كثيرة أيضا دخلت لها غير هذه، نعلم حتى على مستوى الدجاج أخي العزيز، نعلم الجميع يعني ما حدث في الفترة الأخيرة السابقة، المبالغ التي تجمعها هذه الميليشيات بشكل كبير جدا رغم التزام الحكومة الشرعية بالتوقف عن العمليات العسكرية أو أيضا حتى بإدخال السفن والفتح أيضا الممرات، تم فتح الممر قبل في الساحل الغربي في الجراحي وفي مدينة حيس أيضا بين الجراحي وحيس، إلا أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم أيضا بفتح الطريق. كل النقاط التي جاءت في الهدنة لم يتم الالتزام بها من قبل الحوثي رغم أن الحكومة الشرعية التزمت بها بالكامل. الآن كما تحدث زميلي السابق تحدث بشكل واضح أنه على الأمم المتحدة القيام بدورها بشكل كبير جدا، على الأمم أيضا الحكومة الالتزام بدورها، لأنه الآن من حق الحكومة الشرعية أن تستعيد موانئها بالكامل وأن تستعيد أراضيها. يتم إيقاف ستوكهولم أو غيرها من هذه الاتفاقات العقيمة التي لم يلتزم ولن يلتزم بها الحوثي ويماطل بشكل واصل. عائدات خيالية أخي العزيز، عائدات خيالية تفوق أضعاف 3 أو 5 أو 10 أضعاف يعني شهريا، أكثر من 3 أضعاف للمبالغ المطلوبة لدفع رواتب الموظفين، إلا أنها لا تدفع ولا تلتزم بأي شيء، تقوم فقط بإطراء ميليشياتها وتقوم أيضا بتمويل الحرب. طيب، من وجهة نظر اقتصادية أريد أن أسأل الأستاذ فارس النجار، هذه العائدات هل يمكن أن تعمل على التخفيف من معاناة موظفي الدولة؟ بدون شك أخي العزيز، اليوم عندما نتحدث نحن عن شهرين أو أقل من ذلك تصل العائدات فيها إلى 90 مليار، أعتقد أن يكفي ذلك لدفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثي. يعني أتذكر سابقا قبل الحرب كم كانت تكلف رواتب الموظفين شهريا، ما يقارب 80 مليار للجمهورية اليمنية بكاملها، ما بالك اليوم بأن جماعة الحوثي لا تدفع فقط إلا لمناطق سيطرتها. أعتقد أن عائدات تصل إلى 90 مليار ناهيك عن عائدات الضرائب والجمارك الأخرى والكفايات وقطاع الاتصالات وغيره من قطاعات الدولة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي،
وهناك تقارير أشارت إلى أن إيرادات السلطات المحلية في مناطق سيطرة الإنقلابيين فقط تصل إلى 3.5 تريليون سنويا، وبالتالي جماعة الحوثي هذا الإيراد النفطي الذي تحصل عليه إلى جانب إيراداتها الأخرى التي تحصل عليها بطبيعة الحال وبالأرقام وبالوثائق قادرة على دفع رواتب الموظفين ليس فقط في مناطق سيطرتها بل ولو أرادت الجمهورية اليمنية بأكملها، ولكن جماعة الحوثي هي تقتات على الحرب، هي تسعى لإنشاء اقتصاد موازي خاص بها، هي لا تعبه ولا تفكر حياة الموظفين يستلموا رواتب ولا لا يستلموا رواتب، هي فقط تفكر كيف تعبي جيوبها وجيوب القادة والمشرفين التابعين لها وكيف تغذي مجهودها الحربي وكيف تستمر في إنشاء وتوسيع رقعة نشاط اقتصادها الموازي التي تسعى لإنشاءه والتي أصبحت اليوم تمتلك العديد من الشركات محليا وبعضها شركات أصبحت متعددة أيضا متعددة الجنسيات، ولعلنا رأينا مؤخرا أيضا العقوبات التي شملت شركات وشبكات مرتبطة بجماعة الحوثي وأسماء البعض منها ليست أسماء عربية، وهذا يدل بأن الجماعة تشتغل في مسار معين هو يشبه نفس المسار الذي يعمل به حزب الله في لبنان أو الحرس الثوري الإيراني في إيران، وبالتالي فعلا الأرقام التي تحصل عليها جماعة الحوثي قادرة على دفع مرتبات الموظفين على أقل تقديما في مناطق سيطرتها، ولكن يبدو بأن جماعة الحوثي لا تريد ذلك، هي فقط دائما على مدى تاريخ طويل أخي العزيز منذ العام 2006 وجماعة الحوثي فقط تستخدم الصلح وتستخدم السلم وتستخدم المفاوضات عندما تشعر بأن هناك ضغط كبير عليها لإعادة ترتيب أولوياتها ولإعادة ترتيب قوتها ومن ثم الدخول بمفاوضات أو قتال من جديد. ولا ما الذي يمنع الحوثي اليوم؟ يعني كنت أريد أن يكون مشاركا واحدا من هذه الجماعة يبرر لنا ما الذي يمنعهم اليوم من دفع رواتب الموظفين وقد التزموا بذلك. هل طيب. هناك مبرر يجعلهم لا يلتزمون بهذا الاتفاق غير أن هذه الجماعة لا عهد لها ولا دين؟ طيب أستاذ أحمد عايض، ما انعكاسات حالة العبث اليوم بهذه الإيرادات على واقع الموظفين والمواطنين في مناطق الحوثي؟ طبعا نحن إذا أخضعنا الوضع الاقتصادي لسكان الجمهورية اليمنية وخاصة القطاعات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لرأينا نتائج مفزعة ومؤلمة، هناك تنامي كبير لقضايا الفقر والمجاعة وانعكاسات سلبية ومتعددة هناك، يعني نحن نعلم أن غالبية الساكني المدن كان اعتمادهم الكلي على موضوع الراتب، ليس لديهم مزارع وليس لديهم مشاريع استثمارية وإلى غيره، فالقطاع الكبير من أبناء المدن يعني يعتمدون على هذه المبالغ يعني في تسيير حياتهم اليومية. الآن الذي يحصل هناك حسب ما يصل إلينا من بيوت زملائنا وأصدقائنا في العاصمة صنعاء هناك أشياء مؤلمة، يعني يبكي لها الأحرار مما كيف تحولت حياتهم، يعني حياة بؤس، حياة يعني تستطيع أن نقول بكل ما تعنيه الكلمة أن هناك الكثير من الضرورات اليومية لم يعد أو غالبية هؤلاء الناس يستطيعون شراءها، هناك انتكاسة كبيرة يعني على مستواهم النفسي، على مستوى تعليم أبنائهم، على مستوى حياتهم الاجتماعية، على مستوى الكثير من حياتهم اليومية، فما تمارسه الميليشيات الحوثية يعتبر كارثة وجريمة إنسانية بحق هؤلاء الموظفين الذين غالبية القطاعات يقادون بالقوة للدوام الرسمي يوميا دون احترام جهدهم أو أعمالهم التي يقومون بها، ونسمع بين كل 4-5 أشهر يصرف لهم نصف راتب، فهذا كل هذا العبث الكبير أنا أحمل المسؤولية الأولى هي الأمم المتحدة التي لو أخضعنا كل تقاريرها طيلة السنوات الماضية وتحديدا من يوم 13 ديسمبر في 18 وهو اتفاق ستوكهولم لوجدنا أنه يمكن القول أن الأمم المتحدة تمول الميليشيات الحوثية سنويا بآلاف المليارات مقابل صمتة، لأنها لم تذكر حتى سطرا واحدا أو جملة واحدة تدين ما تفعله الآن هذه الميليشيات، كل هذه العائدات تتحول إلى مجهود حربي
لإشعال الحرب والقتال والاقتتال الداخلي داخل أراضي الجمهورية اليمنية. نعم. طيب شكرا جزيلا لك. لكن أستاذ أحمد أريد أن أختم معك بسؤال سريع، هل هذه الممارسات قد ربما تؤدي إلى إفشال مساعي تمديد الهدنة فيما يخص عائدات مشتقات النفط الداخلة عبر ميناء الحديدة؟ أستاذ أحمد؟ طيب فقدنا الاتصال. أنقل ذات السؤال لضيفي الأستاذ أنور العامري، برأيك هل يمكن أن تقود هذه الممارسات إلى مساعي إفشال تمديد الهدنة فيما يخص العائدات؟ يجب أن تعمل على ذلك، يجب أن تعمل هذه ما يقوم به الحوثيين، يجب أن يعمل فعلا كل ما يقوم به على إفشال هذه الهدنة. أخي العزيز تعلم أنه قبل يومين وصلنا خبر أو تأكدنا من الموضوع، قامت هذه الميليشيات بإلغاء أعضاء المجالس المحلية، أيضا وقاموا بتحديد انتخابات لجان مجتمعية في كل حارة تحت مسمى شيخ الحي. هذا من مهام الحشد والخدمات والعمل المجتمعي، بهذا تمكنوا أيضا من نزع صلاحيات أعضاء المجالس المحلية وأيضا نزع صلاحيات عقال الحارة بالكامل. الميليشيا فقط، هذه الميليشيا فقط تذهب إلى ما هو يقوم بإطراءها فقط، ما تذهب إلى ما يقوم بتمويل حربها من التحشيد، من كل هذه الأمور فقط، لا تكترث أبدا للمواطن، لا تكترث أبدا بأي هموم. حصار تعز، لماذا لا يتم فتح حصار تعز؟ لماذا لا يتم الفتح بحسب الاتفاق في الهدنة؟ لماذا لا يتم صرف الرواتب؟ هناك نقاط كثيرة جدا يجب أشكرك. أن يتم إفشال هذه الهدنة وإيقافها، لم تعد مجدية. أشكرك جزيلا أستاذ أنور العامري مدير عام شركة النفط فرع الحديدة. أختم مع الأستاذ فارس النجار، هل كيف يمكن محاسبة ميليشيا الحوثي على عبث بالإيرادات برأيك؟ أستاذ فارس هل تسمعني؟ طيب يبدو فقدنا الاتصال أيضا بضيفنا فارس النجار المحلل الاقتصادي. وصلنا معكم إذن إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل نجيب إسماعيل. كمان